أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوع المتجدد في برنامج عائلتي. حلقتنا النهاردة كالعادة ساخنة ودافئة ومولعة، ويعني كل الكلام الكبير. يا رب كلكم مستنيننا وفرحانين وجاهزين وورق وإقلام ودروس، ونعلم بعضنا ونتعلم مع بعض من كلمة الله الحية. سلسلة حلقتنا الشهر ده كله كانت عن التأديب، لأن كتير من الأهالي سألونا عن موضوع التأديب والمهابة. بنتكلم ما زلنا عن التأديب في آخر حلقة النهاردة، وهي حلقة لا تقل أهمية إن ما زادتش عن بقية الحلقات. ابقوا معنا وتروش كده ولا كده، نلتقي بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين، بقالنا سلسلة بنتكلم على بيت عالي الكاهن، وأفكركم بسرعة إن إحنا اتكلمنا على هذا البيت اللي أهمل موضوع التأديب وموضوع الحزم والردع. لا يا بني لا يكن فيكما هكذا. أب بيأدب ولاده برخاوة، وملعون ما يعمل عمل الرب برخاوة. عاوزين نعمل عمل بحزم وبجدية، ما تاخدوش الأمور يعني باستهتار. ربنا نديله أحلى حاجة ونديله أحلى تركيز، وإحنا بنتعامل مع أولادنا نعملهم كما تعلمنا من الله. ما ينفعش وأنا بجاوب في الامتحان أجاوب هاخد ضعيف. اللي بيجاوب يجاوب يحترم الورقة، زي ما أنا حتى بعلم الطلبة احترم الورقة. الورقة دي تتكتب فيها، يعني لما تكتب لي بخط جميل انت احترمت الورقة واحترمت المصحح. فوانت بتكتب على صفحات ابنك احترم ابنك، لانه ربنا لما امرنا بالتأديب الواعي زي ما امرنا بالتشجيع الواعي، بنشجع كل التشجيع وبنأدب كل التأديب، والاتنين مع بعض زي ما اتفقنا هما مجدافي العلاقة بالله او قناتي العلاقة بالله. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الوصايا العشر في التأديب، قلنا خمس وصايا هراجعهم بسرعة. احنا ما وراناش حاجة، انتوا راجعوا حاجة ما وريش حاجة، هنراجع ورانا ايه. قلنا ان في عشر وصايا للتأديب، افكركم بالخمسة اللي فاتوا عشان ننتقل للخمسة اللي جايين. حط حدود واضحة واشرحها، يعني قبل ما تأدب اشرح مرة واتنين وحط الحدود، ليه وازاي وفين وبنعمل ايه. مرة واتنين. نمرة اتنين، ما يكونش التأديب على الخطأ بل على العند، على تكرار الخطأ بعند، ده اللي نأدب عليه، لأن الخطأ الطفولي ما لهوش عناد. نمرة ثلاثة، اهتم بأن تكسب الجولة الأولى، المهابة من أول دقيقة. نمرة أربعة، لا تلجأ للتأديب الوهمي أو غير المؤثر. الجولة الأولى يعني إيه؟ الولد يحس بمهابة بابا، الكلمة اللي هتتقالها هتتنفذ، ممكن أخففها ارجع فيها عند الضروره القصوى، لكن الاصل ان اللي اقوله انفذه. مفيش تلفزيون لمده ساعه، مفيش تلفزيون لمده ساعه. انا اسف يا بابا، اسف بس التلفزيون مقفول، يعني مقفول، اعمل حاجه تانية. وتمر الساعه، نفترض الولد صحح خطاه او اعتذر او حسيت ان هينكسر، خليك مرن. يعني احنا مش بنقول وحي، يعني مش تلفزيون، ده مش وحي الهي، يعني ارجع فيه قول خلاص هخففها نص ساعه. لا تلجأ للتأديب الوهمي أو غير المؤثر، بتقولش الكلام مش هتنفذه هقتلك واتبحك وحنعمل وارجع. الولد يحس بالرخاوة وبالتالي يبقى الموضوع إيه؟ ضدك مش عليك. النمرة خمسة، قلنا لا يكون التأديب انفعال أو صياح الصوت العالي وغير المؤثر، ده بيجيب نتائج إيه؟ نتائج عكسية. طيب الوصية رقم ستة، اسمع بقى الجملة دي مهمة أوي. لا يكون التأديب في الحال وبعد الشرح والإيضاح. مهم قوي التأديب إيه في الحال. يعني إيه في الحال؟ ما تأجلش التأديب من معاده، ده كده معناه إن الولد مش هيعمل ارتباط شرطي، بس طبعا بذكاء. يعني مثلا نفترض إحنا موجودين وسط مثلا العيلة والولد عمل خطأ قدام الناس، أدافع عنه هو ما يقصدش، عندك وقت تاخده في الأوضة تقول له أنا عاوزك على جنب عشان ما تحرجوش مش قدام الناس، وتوجه له التأديب، او تستنى بالكتير لما ترجع البيت. لكن تفوت اسبوع تقول له فكر من اسبوع، لا مش هيفتكر ولا هيعمل رابط ما بين الخطأ والتأديب على الخطأ. والذاكرة بتاعت ولادنا طبعا مش ممكن تستوعب الا الدروس الايه اللي بيسموها الدروس الفورية، تمام. وزي ما اتفقنا اوعى تجرح مشاعره قدام الاصحاب. تأديب في الحال معناه انه اول ما يغلط اربط ده بالموضوع، بس بشرط ان انا ايه، ما اعملش
يعني بلبلة في ذهنه، لكن في نفس الوقت من غير إهانة قدام الأصدقاء. الوصية رقم 6، تأديب في الحال بعد الشرح والإيضاح. ياخدوا جوه، احنا مش اتفقنا ان احنا ما نعملش كذا مع اصحابنا قدام الناس؟ ده غلط. وممكن اديله تنبيه كده في ودانه، انا عشان انت فزت ناس مش عايز اضايقك، لكن لو سمعت دلوقتي او اتكررت اخطائك مع اصحابك انا هعمل، هنتفق على كذا. رقم 6. رقم 7، اتفق مع الولد على اسلوب التأديب، واتفق مع شريك حياتك على اسلوب التأديب. هو هنا بقى في سؤال، يا ترى مين اللي يأدب؟ الاب ولا الام ولا الاثنين؟ هنا الامور يعني فيها مرونة. ممكن الاب يأدب، ممكن الام تأدب، ممكن الاثنين يأدبوا، مفيش مانع. ممكن اللي يأدب اللي الخطأ حدث قدامه، لكن يا ريت مش واحد يأدب والتاني يلاقي، لان كده هيبقى ايه، الولد بيكره واحد ويحب واحد. الصح ان احنا نعمل ايه، الاثنين يأدبوا مع بعض، او واحد يأدب والتاني يأدب المرة اللي بعدها، يبقى في نوع من المرونة ما بين الاثنين. لكن الفكرة انه احنا لازم نبقى احنا الاثنين موقف واحد، يعني مش واحد يضرب والتاني يلاقي، احنا الاثنين نضرب، احنا الاثنين نلاقي. في نفس الوقت في حاجة برضو ظريفة، زي ما بتتفقوا مع بعض على اسلوب التأديب، من الحاجات المفيدة اتفقوا مع الولد على اسلوب التأديب. يعني احيانا نعمل ايه، نخير الولد في التأديب. تقولي ازاي؟ اقول لك مثلا انا اجيب ابني اقول له بص انت عملت كذا، قدامك تختار حاجة من 3، يا 1 2 3، يا مفيش كذا يا مفيش كذا يا مفيش كذا. نوع من الديمقراطية اللي فيها ذكاء، بسيبه هو يختار تأديبه بنفسه، عشان يتعلم كمان انه حتى وانا بأدبه بخليه يختار، بخليه يفكر، واساله انت ليه اخترت كذا. نمره 8، ليكن التاديب على اساس الحب والتشجيع. معلمنا بولس الرسول بيتكلم على خاطي كورنثوس الشهير في كورنثوس الاولى 5، بيتكلم على الخاطي اللي بولس امر بتاديبه، قال يسلم مثل هذا للشيطان لئلا يدان في يوم الرب. امر بتاديبه، يعني نوع من التاديب والحرمان من التناول، عشان الراجل ده كان ارتكب خطا فاحش في الكنيسه، انه ارتكب نوع من الزنا. لما الانسان ده تاب قدم توبه، جه في كورنثوس الثاني صح الثاني قال كده ايه، مثل هذا، بيتكلم على الخاطئ، يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين. اسمعوا اللي جايه بقى، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. خلي بالك من اللي جايه، لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبه. شوف ازاي بقى، يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. يبقى دايما لما بأدب ابني بعد ما خلاص فترة التأديب تعدي والولد يعترف بخطأ، ولازم اخده في حضني وطبطب عليه ولا حبيبي انا عملت كده بحبك، تمكنه له المحبة لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن الايه، المفرط. خدتوا بالكم يا جماعة الموضوع فيه ايه، نوع من الحزم لكن في نفس الوقت نوع من الحب والتشجيع. التبادلية ما بين الحب والتشجيع مهمة خالص. مع أحضانك المفتوحة بقى بتاخده في حضنك وتضمه، تقول له حبيبي أنا بحبك جدا على فكرة، أنا آسف يا بابا أنت عارف غلاوتك عندي. زي قصة الابن الضال وهو راجع ومتبهدل ورائحة الخنازير في ثيابه وقع على عنقه وقبله. نمرة 9، الوصية رقم 9 وصية مهمة جدا، لو سمحتوا انتظرونا بعد الفاصل ما تروحوش كده. لو خلاص اتغيرت تفاصيل حياتنا واتبدلت واتلخبطت كل حكاياتنا، املنا فيك وبين ايديك هتكون نجاتنا، ما انت الهنا وفي عينيك يا يسوع حاطتنا. مع بعضنا هنشوف حكايه فيها عبره، فيها ايه منها هنبص في مرايه بيها نعرف الوصايا. الحكايه هي حكايتنا، جزء منا جوه بيتنا، والوصايا عندك انت يا الهنا يا حياتنا. استنونا على شاشه الاغاني مع حكايات دراميه ووصايا إلهية في برنامجكم وصايا وحكاية.
احبائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. الوصيه رقم 9، التاديب مصحوب بالتوبه. يا ريت بعد ما تادب ابنك، من الحاجات مهمه قوي اخد ابني كده تحت باطي، والكلام على فكره بقوله لكم بنعمله في بيوتنا، يعني بقول لكم اللي عملناه، اقف قدام صوره المسيح واقول له حبيبي قدم توبه، انت ما غلطتش في حق بابا وماما، انت غلطت في حق نفسك وحق ربنا، لك وحدك اخطات بلغه داوود. هو ما غلطش في حق اوريا الحثي ولا بالشبع ولا لا، في حق ربنا، لك وحدك اخطات والشرق. علمه توبه عشان يتعلم دايما انه قبولي لي من قبول الله لي، فيربط دايما بين احضان الاب واحضان الاب السماوي. علمه التوبه. طب يا ترى ايه اخر بقى وصايا الوصايا العشرة؟ استخدم وسائل فعاله للتدريب. وسائل ايه؟ فعاله. طيب نضرب امثله للوسائل الفعاله. واحد، تعويض الخطا، يعني هو عمل حاجه يصلح. نفترض انه كسر حاجه، ياخد من مصروفه ووقع حاجه، يجيب حاجه ويمسح وينظف مكان اللي عمله، اسمه تعويض الخطا. اخد حاجه من اخته وكسرها، ينزل يشتري لها الحاجه اللي عملها، يبقى يحس ان هو ايه، في حاجه اسمها التعويض. الموضوع مش سهل كده طبعا، في حدود الامكانيات، يعني مش هيكسر لي تلفزيون ولا يكسر لي راديو هقول له عوض، هيدفع جزء من مصروفه ولو جزء صغير، بس نوع من انواع الايه، الاحساس بالمسؤوليه. 2، الالتزام من بالقرار. يعني ايه الالتزام بالقرار؟ الالتزام بالقرار يعني نفترض مثلا احنا رحنا نتعشى، فالولد طلب نوع معين من الاكل، كويس كده؟ بعد ما طلبه رجع في كلامه، لا هو ده اللي هتاكله، يعني خلاص، وإلا مفيش اكل. يعني في حتة حزم هنا، انت طلبت حاجة، طلب ان هو مثلا النهاردة اتفقنا مع بعض ان احنا ننزل نشتري حاجة في حدود كذا فلوس، يبقى هننزل، مفيش زيادة، مفيش استثناء، عشان يتعلم ان اللي يقوله يعمله. يبقى عود ابنك ان اللي يقوله ده نوع من التأديب، مفيش رجوع في الكلام. ايه كمان تاني؟ زيادة الاعباء والواجبات. من الحاجات المفيدة، ودي طبعا بتتعمل في المدارس، ان انا اعمل له اوفر وورك، يعني ينقل صفحة، يكتب حاجة كذا مرة، بس برضو بالراحة. يعني مرة بزور بلد من بلاد احبائنا يعني في الصعيد، وكنت بقول لهم من الحاجات الظريفة ان احنا نعملها مع اولادنا، نخليهم يكتبوا ايات، يعني مثلا اقول له اكتب الاية دي 5 مرات، منها التزام وادب وقعدة ومسك القلم وحسب، وفي نفس الوقت عقاب ظريف، حفظ اية يعني. ففاكر مرة كنت في البلد دي، وبعدين بحكي لهم القصة تاني يوم في العظة بتاع التاني يوم، واحد ابنه عمل شوية شقاوة، فراح مدخله يكتب ايات، فطلع لي قال لي على فكرة الدرس اللي حضرتك علمته لنا ده ممتاز. قلت له خير؟ قال لي بص انا خليته يكتب الاية 500 مرة. قلت له حبيبي انت كده بتعذبه، كرهه في الانجيل، بقول 5 مرات مش 500 مرة، يعني بالراحة، يعني زيادة العوالي بشيء من الـ من الـ يعني الرحمة والرفق. يعني الحرمان من امتياز حاجة تانية من اساليب التأديب. يعني كان عنده امتياز حاجة كنت هديها له اوفر، حرمته منها. كنا هنروح المشوار مش هنروح، كنا هنجيب هدية مش هنجيب، ده اسمه حرمان. كنا هنتفرج على التي في او نلعب بجيمز او حاجة مش هنلعب، ده اسمه الحرمان من امتياز. حاجة كمان اسمها الناوتي تشير او التايم اوت، بقعده على كرسي لو كان صغير يعني، او اخليه ما يتحركش، بس طبعا مش في الباب مقفول والدنيا ضلمة وولع في الكرسي، يعني بالراحة. اسمها عزل الطفل، عشان الولد يحس بالايه، انه الخطية عزلته، واول ما يقدم توبة باخده في حضني على طول، اقول له في 10 minutes على الناوتي تشير او تايم اوت مثلا، يعني احترام الحدود. اخر حاجة بقى اللي هي اللي انتم مستنيينها، العصاية. طبعا هنا ماذا عن الضرب؟ الحقيقة كل علماء النفس اجمعوا على ان الضرب ده اخر وسيلة تأديبية، يعني مش اول حاجة نعملها. طبعا في بعض بيرفضها تماما، وفي ناس يقولك خليها في الاخر، واختلف الفقهاء. وانا شخصيا ليا وجهة نظر انه الضرب هي وسيلة العاجزين اللي مش عارف يربي ابنه مظبوط بيضربه. يعني انا احب اربي ولادي على الايه، على الحرية والكرامة، يبقى عزيز النفس. اسمعوني يا اباط، احنا علمنا ولادنا الجبن، من كتر الضرب والاهانه والتلطيش بقى الولد ملوش شخصيه، وبقوا بيطفشوا من البيت، فرحانين ان احنا بنضرب، لما بنقول اضرب او عصا نقصد الحزم والجديه، مش من التطفيش. وسائل التعذيب دي ارجوكوا تبطلوها في البيوت. الولاد بيقول لي في العياده اول سؤال اساله للولد، اقول له حبيبي مين بيضربك، بابا ولا ماما؟ يقول لي الاثنين بصلواتك. اقول له طيب الاثنين مع بعض مواظبين ما بيريحوش خميس وجمعه؟ الحمد لله طول الاسبوع. السؤال التاني جزم ولا شباشب؟ يقول لي الاثنين.
خراطيم ولا شماعات؟ يقول ايه يا ابني وسائل التعليم؟ هنحطه في الزيت المغلي زي القديس ماري جرجس؟ هنقطعه نساير ولا نحطه في الهمبازين؟ انا بسال، انت عندك همبازين في البيت يا ماما؟ وبعدين نشتكي ان ولادنا جبنة وولادنا خوافين وولادنا بيطفشوا من البيت وبناتنا مش عارف بيعملوا ايه. طب ما احنا السبب، طلعت ولادنا جبنة يا جماعة، وحش كده خالص. خلي ابنك عزيز النفس وعنده كرامة، ما يقبلش ان حد يمس كرامته، لكن في نفس الوقت في عزة نفس لكن فيه مهابة. هو ما فيش غير العصيان والشماعات؟ لا. طب صغير شوية ممكن على ظهر ايده بضربه لو كان عمره سنتين ثلاثة على حاجة استثنائية نادر لما اعملها، فين يعني حاجه بقى كان هيعمل كارثه ولا حاجه، ضرب على طرف الايد ممكن بايدي، خد بالك ازاي. كان حكايه الضرب والاهانه، هو الفكره بس ان انا حاسس الواد بنوع من البين، والضرب هنا رمزي مش فوزي، يعني حاجه خفيفه، مش موضوع تضربه تعذبه. هو الفكره ان عايز احسسه بالبين، ان بابا ضربك وهو صغير، لكن كبر شويه خلاص. في ناس تقول عند 5 سنين نقف، في ناس تقول عند 7 سنين نقف. انا مش هدفي بقى اقعد ادخلكم في المناقشات السوفسطائيه دي، نضرب امتى ونوقف امتى. اكسبشن الاكسبشن يعني، وبظهري بايدي، انا شخصيا احب الضرب بالايد، واستثناء الاستثناء، واول ما يحس بالغلط اروح واخده في خلاص، ويتعلم ان يعني الموضوع ده ما يقبلوش، لان هو من نفسه هيصلح نفسه. انا اقول له كده، اقول له ما تحطش نفسك في موقف ان تخلي حد يعلمك الغلط، انت علم روحك الغلط. طب ايه اخطار الضرب؟ يحطم شخصية الطفل، يحطمه بالذات لو قدام الناس، وبعدين يسيبه بالتبلد بقى، يقول لك كمان اضربني كمان، ما هو خلاص بقى، او الغباء، ما هو مش فارقه، يبقى سوري عفوا يعني متنح، فيرب تنح، يتنح ما يفرقش معاه، او يبقى عنيف وعدواني، او يبقى جبان وهراب، او يبقى طفشنجي، او تبقى طفشنجية. ورجعوا اشتكوا بقى، بناتنا خوافة وبناتنا بتنزل، واي ولد بقى يلعب لها في ودنها بكلمتين حب، والصيادين في الشارع كتير، اسمعوا كلامي يعني، في ولادنا وبناتنا بقوا فريسة وصيدة سهلة، ان البيت ما بيدهمش حب وحنان، فين الحضن؟ فخلوا الحكاية دي يعني، بقول اكسبش، انا شخصيا اقول لا، لكن عشان يعني بعض الناس في بعض المدارس التربية تقول ما فيش مانع عند سن معينة وباستثناء معين وبظهر الايد وبعدين تاخده في حضنك، يعني يحطوا لها 100 تحفظ لدرجة يزهقوك في الضرب في الاخر ما تضربش. لكن اذا اضطريت حاجة بسيطة ومش قدام الناس وبعدها تاخده في حضنك وتعلمه، هو يصلح نفسه بنفسه. عندنا 100 وسيلة تانية اشمعنى الضرب والتعذيب. 10 وصايا للتأديب. ياريت يا جماعة كل اللي بيسمعوني يحترموا قوانين التأديب الكتابية والنفسية اللي احنا قلناها. ربنا يفرح قلوبكم، يعلمكم ازاي تأدبوا ولادكم، ربوهم وشجعوهم في نفس الوقت، ادي حب كتير وحزم كتير، ووزن الاتنين مع بعض، المركب تسير للأمام. إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. إله السماء يعطينا ويعطيني النجاح ويعطيكم النجاح، وكلنا مع بعض نقوم ونبني بيوتنا. فاصل صغير نرجع لكم تاني، ما تروحوش كده ولا كده. أحبائي المشاهدين، قصة الحلقة النهاردة بعنوان بيتي أحلى. بيتي أحلى من القصص الجميلة اللي عجبتني، إن في واحد راجل في بلد من البلاد حب يبيع البيت بتاعه ويروح لبيت تاني، يعني قال أنا نفسي أروح لبيت تاني، البيت مش عاجبني، مش مبسوط بيه يعني. فاتصل ب يعني واحد مكتب عقارات، تسويق وعقارات وبيع، وقال له من فضلك انا عاوزك تعمل لي اعلان علشان ابيع الايه الشقه بتاعتي، مش عاجباني يعني. الراجل قال له قوي قوي، احنا بناخد سمسره كذا والحساب كذا. طيب قال له مطلوب ايه؟ قال له ابعت لي بس مواصفات البيت بتاعتك، في كم اوضه وكم حمام وبلكونه ومساحته وانهي دور وانهي شارع، واكتب لي كل المزايا علشان ايه اقولها. قال له طب والعيوب؟ قال له يعني طبعا بنذكر المزايا، لكن العيوب دي انت بتخليها جواك، لو في عيوب قولها لي وانا هحاول اقولها بطريقه يعني ما تبانش يعني، لكن طبعا احنا بنعمل اعلان، بنعمل اعلان عن المزايا يعني. فالراجل مسك ورقه وقلم وابتدى يكتب ايه مواصفات البيت: شقه 3 اوض نوم، ريسبشن مساحتها 180 متر، بحرية لها بلكونة واسعة. قعد يوصف في شقته في الإعلان بقى، عايز يحبب الناس في شراء البيت، بس ابتدى يوصف فعلا اللي هو شايفه: 2 حمام، الدور الثالث،
مساحتها 180 متر، هو كان شاريها بمبلغ بسيط ربما بضع ألوف لما كان لسه سوق العقارات هادي. لما سوق العقارات زاد بقت الشقة تساوي مئات الألوف، كتب تمنها وابتدى يقول تشطيبها. الأرضية معمولة من الباركيه والحيطان مدهونة دهان جديد وفيها يعني عدد معين من الديكورات موجود في السقف. وبعدين ابتدى يقول ان فيها عفش، ان هو كان عاوز يبيعها بالعفش او من غير عفش. ابتدى يوصف العفش، في اوضه سفره كذا موجوده كذا، خشبها لونه كذا، الانتريه كذا، كرسي وكنبه وترابيزه، وفيها بعض الاجهزه الكهربائيه، تلفزيون وغساله، بالعفش كذا من غير العفش كذا، وقعد يكتب يجود جدا جدا في الاعلان. المهم صاحبنا ده اللي بعت الاعلان بعد ما قراه عجبته قوي الشقه راح متصل برابط العقارات قال له ايه؟ قال له بص من فضلك لو سمحت انا كتبت اعلان وكنت ابعته لك فاكس، بس انا بعتذر لك يعني من فضلك بيتي مش معروض للبيع. الراجل قال له ده انا يعني بجهز ليك مساحه في، قال له سمحت بيتي مش بيتي عجبني جدا بعد ما وصفته عجبني. في مقوله قديمه بتقول احصي البركات اللي ربنا اديها لك واكتبها واحده واحده، هتلاقي نفسك اكثر سعادة من زمان. احبائي احنا بنشكر الله لاننا نتأمل في البركات اللي اعطاها لنا ونتذمر لاننا لا نتذكر بركات الله. قال احدهم اننا نشكو لان الله جعل الورود تحتها اشواك، ولكننا لا نشكر لان الله جعل فوق الاشواك ورود. انت بتشوف الشوك من غير الورد، واخدين بالكم ازاي؟ واحد تاني بيقول تألمت كثيرا عندما وجدت نفسي حافي القدمين، ولكنني شكرت الله كثيرا عندما وجدت آخر ليس له قدمين. كنت زعلان أنا حافي، لقيت ناس ملهاش رجلين أصلا. عشان كده أحبائي بنقول كده، كم من الناس ماشيين على رجليهم وانت راكب عربية، كم من الناس نايمة في الشارع وانت عندك بيت، كم من الناس تتمنى فرص تعليم وانت عندك شهادة أو ربما أكتر من شهادة، كم ناس عطلانة وانت بتشتغل، كم ناس محرومة من العيال وانت ما عندكش، كم ناس ما عندهاش شقق وانت عندك، كم ناس. بص للي حواليك. مرة واحد قال لي شكرت ربنا على ان ربنا مديني صحة في جسدي ومديني بياض في شعري. كان راجل كبر في السن وشعره ابتدى يبيض، لما بصيت لواحد عنده سرطان بياخد دواء شعره كله وقع، ولما بصيت لواحد ايده مقطوعة لانه اضطروها يشيلوها له او رجله مقطوعه بعد سكر او بعد غرغرينه. عد بركات ربنا وانت تبقى فرحان. اللي عندك كتير، بس احنا دايما مش راضيين باللي عندنا وبنبص يا اما على اللي مش عندنا يا اما عند اللي عند غيرنا. ولما تبص لبركات ربنا تقول كده باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. ربنا يفرح قلوبكم لكم النعمه من الخير، والى ان نلتقي في الحلقات القادمه اجمل وارق واسعد وامتع اللحظات والامنيات. Thank you.